مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. تونسيان من بين ضحايا الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي بإسطنبول، وحصيلته ترتفع إلى 39 قتيلا و69 جريحا. إنتاج الفوسفات يسجل تحسنا كبيرا في مؤشراته مع نهاية السنة، وشركة فوسفات قفصة تعمل على تنقية العلاقات الاجتماعية لمزيد رفعه. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه بدء التسوية السياسية في سوريا بعد تبني قرار روسي، وآمال ببدء مفاوضات سلام الشهر المقبل في كازاخستان. أهلا بكم من جديد. نستهل نشرتنا مشاهدين بآخر تطورات العمل الإرهابي الذي جد بمدينة إسطنبول التركية. فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية اليوم مقتل مواطنين تونسيين اثنين في هذا الهجوم الإرهابي، وأكدت في بلاغ أنه تم إحداث خلية بالتنسيق الدبلوماسي بين سفارة تونس بأنقرة والقنصلية العامة بإسطنبول، تتولى متابعة الحادثة والإطمئنان على سلامة التونسيين المتواجدين بتركيا. وتابعت أن تونس تعبر في هذا الظرف الأليم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه العملية الجبانة التي تستهدف مرة أخرى مدنيين آمنين، متقدمة بخالص عبارات التعازي لعائلات الضحايا، ومعبرة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما أعربت عن تضامن تونس الكامل مع الشعب التركي الشقيق ومساندتها للإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لحفظ أمن بلادها، مجددة تأكيدها على ضرورة التنسيق بين كل أطراف المجتمع الدولي للتصدي لظاهرة الإرهاب. ليلة دموية مرعبة عاشتها مدينة اسطنبول التركية عندما فتح مسلح النار عشوائيا على المحتفلين بالعام الجديد في أحد أشهر الملاهي الليلية المطلة على مضيق البوسفور. ملهى رينا الذي كان يضم في تلك الليلة ما يقارب 600 شخص قتل منهم 39 على الأقل، وقالت السلطات التركية إن من بينهم 16 أجنبيا، وتم التعرف على هوية 21 جثة فقط حتى الآن، من بينهم تونسيان اثنان ولبنانيان وخمسة سعوديين وإسرائيلية، إلى جانب مواطنين من المغرب وليبيا وبلجيكا. وأضافت المصادر ذاتها أن هنالك 69 مصابا في المستشفى، بينهم 4 في حالة خطيرة. هذا وتحدث مسؤولون أتراك عن مهاجم واحد، فيما أشارت بعض التقارير وبعضها على وسائل شبكات التواصل الاجتماعي إلى احتمال وجود أكثر من مهاجم. لا تزال الجهود متواصلة للعثور على الإرهابية، وقد بدأت قواتنا الأمنية العمليات اللازمة لذلك، وإن شاء الله سيتم إلقاء القبض عليه في فترة وجيزة. هذا الهجوم، وحسب المراقبين، صب تركيا بالصدمة بينما تحاول التعافي من محاولة انقلاب فاشلة وسلسلة من التفجيرات الدامية في مدن منها اسطنبول والعاصمة أنقرة. أعلن مسلحون أكراد مسؤوليتهم عن بعضها، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي بعضها الآخر، وآخرها مقتل السفير الروسي في تركيا. هذا الهجوم يعيد في تفاصيله إلى الأذهان هجوما شنه إرهابيون على قاعة باتاكلون للموسيقى في باريس في نوفمبر 15 و2000 بالتزامن مع هجمات أخرى على حانات ومطاعم. إثر هذا الهجوم الغادر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستحارب كل الهجمات المسلحة للجماعات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها حتى النهاية، وحتى الهجمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي ردود الفعل الدولية، قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعازيه للحكومة التركية، وكلف فريقه بتقديم المساعدة للسلطات التركية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بدوره أنه من الصعب تصور جريمة أكثر وقاحة من مقتل المدنيين وسط احتفالات رأس السنة، مضيفا أنه من الواجب التصدي وبكل حزم للعدوان الإرهابي. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم من جلب الإرهابي التونسي الخطير والناس بن حسين بن محمد الأفقيه حسين، الذي كان متحصنا بالفرار بالخارج، وذلك في إطار عملية تنسيق استخباراتي. وأشارت وزارة الداخلية في بيان أصدرته اليوم أن المعني كان على ارتباط بالعناصر الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وهو الآن محل
29 منشور تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية. نقلت مصادر إعلامية أنه تم منذ بضع ساعات الإعلان عن نص اتفاق بين وفد تونسي برئاسة النائب أحمد العماري ووفد ليبي يضم ممثلي البلديات العشر للمنطقة الغربية، وينص الاتفاق على السماح بجلب السلاح من ليبيا في اتجاه تونس في حدود 4000 جنيه ليبي، أي ما يعادل 2500 دينار تونسية للسيارة الواحدة و150 لتر بنزين. وبالنسبة إلى الليبيين تم الاتفاق على السماح بمرور الأدوية في حدود الوصفة الطبية المصاحبة وبضائع تونسية مدعمة بقيمة 1000 دينار تونسية. هذا وسيتم عرض نص الاتفاق على الحكومتين ليتم فيما بعد الإعلان عن إعادة فتح الطريق ورفع الاعتصام من جانب المعتصمين ببنجردان. اقتصاديا الآن، ومع أواخر سنة 16 و2000 وبدخول كامل وحداتها طور العمل، سجلت شركة فوسفات قفصة تحسنا في نسق إنتاجها قارب النسق العادي، وسعيا منها لبلوغ حجم الإنتاج المأمول ستعمل هذه المؤسسة خلال العام القادم على تنقية العلاقات الاجتماعية وتطوير وسائل الإنتاج. مؤشرات إيجابية في معدل إنتاج الفوسفات الخام سجلت خلال الثلاثي الأخير من سنة 2016 مقارنة مع بداية السنة التي شهدت اضطرابا وتعطيلا في الإنتاج بمختلف الأقاليم. اليوم النسق اليومي للإنتاج بلغ في حوالي ما بين 15 و16 ألف طن يوميا، وهذا التحسن في نسق الإنتاج راجع بالأساس إلى رجوع كل الوحدات الإنتاج للاشتغال بما فيهم من العرايس ورديف، إلا أنه في من العرايس ورديف حاليا ثم كان الإشكال متاع الوسق الفوسفات المرشح. شركة فوسفات قفصة تؤمل بلوغ 6.5 مليون طن في الإنتاج خلال السنة القادمة وتسجيل معدلات تمكنها من استرجاع أسواقها الخارجية. في 2017 برمجنا إنتاج في حدود 6 مليون ونص واستخراج في حدود 11 مليون طن من الخام، ونأمل أنه الاستمرار في الوضع الاجتماعي اللي تحسن طبيعته إن شاء الله يكمل كم هكا، وإن شاء الله نزيدوا نحن باش نزيدوا نتوالهوا شوية بمشاكلنا الداخلية. قلنا نستبقوا المشاكل قبل ما توقع ونحاولوا أن نبسطوها للعوان ونحلوها دفاصون أنه ما تنقي الأجواء وما عادش تعملنا مشاكل وتعطيل العمل. برنامج شامل وضعته الشركة لتنقية الأجواء الاجتماعية وتدعيم تدخلاتها التنموية وإشعاعها على محيطها الخارجي. التدخلات اللي في التنمية اللي قائمة بها الشركة ومزات مواصلة بها، وكذلك على مستوى معناتها الشركة أن تحافظ على عدم تلويث المحيط نتاعها. مستوى إنتاج الفوسفات الخام لم يبلغ المؤمل خلال سنة 2016، سنة لم تتميز عن سابقاتها لشركة تطمح في العودة لمؤشرات سنة 2010 آملة في أن تكون السنة الجديدة قادرة انطلاق نحو التعافي وتحقيق التطور في معدلات الإنتاج. زراعة أشجار الزيتون من القطاعات الأساسية في تونس لما يمثله إنتاج زيت الزيتون من أهمية في الاقتصاد الوطني، هذا وتعتبر ولايتا القيروان وجابس من بين أبرز المناطق المنتجة لهذه المادة. بجذوعها المتفرعة وقفت هذه الزيتين شاهدة على أكثر من 2000 سنة بعد أن أتى بها الرومان إلى مدينة الأعلام من ولاية القيروان، صمدت أمام التاريخ وأمام التقلبات الجوية، فزيتونها المعروف باسم الجيم وزيوتها الرفيعة جعل من منتوج الأعلى من الزيتين محل اهتمام الكثيرين. عن زيتون يفوق عمره 2600 سنة من عهد الروماني، وزيتون ضخم جدا. زيتون وقت الجي والدة تعطي في تورناتا، تورناتا زيتون 3 أيام يبقوا يجمعوا فيه. هذه ثروة لا تقدر، ما عندهاش حتى عناية من طرف الدولة. التربة نتاعها ما تلقاهاش في حتى مكان في الجمهورية التونسية. الزيتون نتاعها، تم زيتون أنا عندي في الهنشير زيتون عمرها 700 عام، والزيتون هذا موجود إلا في فلسطين النوعية هذه.
هذا تخرج زيت بيولوجي. ورغم أهميته وقيمته يشكو قطاع غراسة الزيتون في الأعلى عديد الصعوبات. كمية من الجفاف ناقص الزيتون شوي، السابة ناقصة والزيت مرتفع شوي، هاي بثمانية ونص. مع أن معمل بتاع تعليب لهنا مثلا كانت لترة مثلا بثمانية آلاف، تولي تتعلب وتخرج بخمساش نلف، تستفيد المواطنين وتستفيد الدولة. ثاني حاجة يلزمها دعم الدولة، يلزمها دعم الفلاح. حتى تحمي الثروة هذه بما أنها تميز العليها عندها خصوصية، نطالبوا بأحداث مهرجان خاص بالزيتونة الرومانية. وعلى بعد كيلومترات عديدة تنتصب آلاف الزيتين شامخة في ولاية جابس بعد أن غير عدد من الفلاحين والمستثمرين وجهتهم نحوها عبر غرس آلاف المشاتل. الزيتون لأنه هو أول حاجة معناها وقع تجربته في الجهة، وهو معناها كشجرة ملائمة وخاصة في موضوع الترويج متاعها، لأن الزيتونة أني عملت مشروع متكامل، لأن عملت معصرة زادة معها. الزيتون إذا ما لقيش السوق الآن تجب تخليه تبيع حتى بعد وقت آخر. تخدمها كان مولاها وإلا واقف عليها، ما كانش ما تخدمش والخدامة ما ثمش. على خاطر أنا كشفت في الشمال زيتون هم يولدش كزيتون، احنا عنا زيتون تبارك الله كتشوف تلقاها بارك على بعضها تو. وتعتبر غراسة الزيتين من القطاعات الأساسية، لكنها في المقابل تتطلب عملا متواصلا واهتماما وتطويرا في آلية العمل. ونعود مشاهدين إلى العملية الإرهابية في تركيا، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف القنصل العام لتونس باسطنبول تركيا السيد فيصل بن مصطفى. سيد فيصل مساء الخير. مساء الخير. إذن سيد فيصل، بداية هل ربما من تفاصيل أكثر عن هوية المواطنين التونسيين اللذين توفي أمس في العملية الإرهابية، وأيضا ماذا ربما بخصوص إجراءات ترحيل جثمانيهما؟ شكرا. نحن الحقيقة الظرف الأليم كان استثنائي بكل مقاييس، يستحق كل إدانة والاستنكار والتعاطف مع الشعب التركي، كذلك تعازينا لكل العائلات الضحايا وتمنياتنا بالشفاء للجرحى الحصيله الثقيله. واحنا منذ تناقل وسائل الاعلام الحقيقه خليه متابعه الاوضاع على مستوى القنصليه العامه، ووقعت يعني بالتنسيق الكامل مع سفارتنا في انقره وزاره الخارجيه. الحقيقه كان ثم صعوبه امام يعني الوصول الى التعرف على هويات، وهذا الحجم بتاع المصاب جلال كان يعني محل متابعة بانخراط كامل من كافة الدوائر والمسؤولين من قبل رئاسة الجمهورية، سيد رئيس الحكومة، سيد وزير الشؤون الخارجية، والمتابعة كانت كاملة لأنه عدم توفر وثائق هويات للمتوفين كانت عقبة، ولكن تخطيناها بتواجد احد افراد العائله اللي تعرف على الجثامين. واليوم في المساء يعني عندما قمنا بالاجراءات مع مستشفى الطب الشرعي وبعد التعرف على الهويات قمنا بالاجراءات اللازمه واعداد الوثائق اللازمه لترحيل الجثامين للتخفيف من لوعه العائلات الضحايا اللي نتقدم لهم مجددا بالتعازي، وإن شاء الله يكون الترحيل غدوة هي الساعة الواحدة على الخطوط الجوية التونسية. نعم سيد فيصل، إلى أين وصلت التحريات بشأن بقية الموجودين على عين المكان، حيث أن هناك أخبار تفيد بوجود ربما تونسيين آخرين بين المصابين وأيضا هم في حالة صدمة؟ هو الحقيقة احنا استقلتنا للفندق اللي كانوا فيه بعض التوانسة اللي كانوا معاه المتوفين، وكانت حالتهم يعني نفسية صعبة وحاولنا نأذوهم، وواحدة منهم مكنت من ترحيلها لتونس اليوم في الرحلة اللي تطلع من اسطنبول في الليل بعد ما مكناها من رخصة مرور. ثم جريحة تونسية الحقيقة أنا في زيارتي لكل المستشفيات تقريبا اللي أعطتنا توفرت لنا السلطات التركية، فما جريحة تونسية خرجت
تعافي واتصلت بها واطمنا على حالتها، ونفسانيا كانت تعبه لكن تواجد بعض التونسيين اللي رافقوها وفيناهم ان يكونوا مع بعضنا باش يأزروا حالتها، هي متحسنه وربما تروح في القريب العاجل الى تونس. نعم، القنصل العام لتونس بمدينه اسطنبول التركيه السيد فيصل بن مصطفى، شكرا جزيلا لك. ككل بداية سنة جديدة وفي تمام منتصف الليل، تابعت كاميرا الأخبار ميلاد أول رضيع فيها مولود 17 و2000، كان من جنس الذكور، حمل اسم ياسين، ومكان الولادة مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس العاصمة. منتصف الليل، بكاء أول رضيع يتل على عالمنا في هذا العام الجديد. بكاء ياسين يؤشر بالنسبة لوالديه على سعادة وبهجة تغمر قلبيهما والعالم بأسره، وبفارق دقائق يطل ثاني رضيع في هذا العام محمد أسيم. إن شاء الله ربي يفضل عليا ويعطي الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يسهل في كل ما هو صعيب. إشك أمين يا رب. نتمنى إن شاء الله ولدي يكون معافى ومن الذرية الصالحة، ونتمنى الخير لتونس الكل. عايشك بارك الله فيك. الطاقم الطبي وشبه الطبي وقف على تفاصيل عملية الولادة، وكلهم حرص على سلامة الأمهات. هي حاجة استنسنا بها بحكم ظروف، هي عملية استعجالية، مهم أنه الأم لباس والبيبي لباس، الحمد لله كاو. الحمد لله، نتمنى الخير للعبيد الكل، ونتمنى أن قطاع الصحة يمشي ويتحسن، وإن شاء الله ربي سهل لنا وكها والناس كل تونس كاملة. رضع جدد في أولى ساعات العام الجديد، يحملون لأسرهم أمالاً واسعة في النجاح وفي السعادة وقبلها في الصحة، ويحملون لنا جميعاً تفاؤلاً بالحياة، جعله الله مباركاً على كل التونسيين بمزيد العمل والرقي. والاسترجاع الذاكرة، فإن الاحتفال بالسنة الميلادية لم يكن على رأس عادات العائلة التونسية عموما حسب شهادة الأجيال السابقة، التي تعتبر أن أجواءها كانت تهدف أساسا إلى لم شمل العائلة الموسعة. عن مظاهر احتفالية اعتبرها غريبة عنه وعن مدينته، تحدث عم إسماعيل ذو 73 عاما مؤكدا أن الأمس لا يشبه اليوم في الاحتفال برأس السنة الميلادية. ما نسمعوش به، ما نعملش حد شيء أكثر من الميلاد وعيد الكبير وعيد صغير وعيد الكبير، ما عندنا حد شيء. رأس العام لكنا نعرفوا الجوردولون تاع النوال، لكنا نعرفوا هذايا رأس السنة الهجرية الميلادية بلوتو. توا 5 سنين التالي تكاثرت الناس الكل ولت تتهافت على هذايا الجوردولون، اجري من نهار الواحد الدجاج ما انا كان ب 4000 يولي لك ب 10000. وان شاء الله مبروك على الناس كل العام، وان شاء الله نتفرهدوا، وان شاء الله الدينار يطلع شوي خاطر الي تو بلو با تو. الاحتفال براس السنه الميلاديه، والان راى فيه عم اسماعيل مبالغه وتقليدا، الا انه يمثل بالنسبه اليه مناسبه للالتقاء بالابناء والاحفاد. ياسر باش نجم تلم، انا الحمد لله رب العالمين، انا في كل مناسبه نجيب ولادي كله، حتى نسيب نجيبهم، حتى في الصيف انا عندي شفتي جرده هذيك ننصب الولاد تمكيه والنادي الناس كله فهمتي لا، ونظلك فرحانين الوليدات ظلك يجروا في الجرده، ولا قارب الكل نبدو يبدو يجهذبوا ويبدو يجبدوا في انت عام جداها وجدها. الاحتفالات برأس السنة الميلادية مناسبة تختلف حول أهميتها الأجيال، أجيال تتباين رؤاها لتلتقي وتتوحد في أمانها بعام سعيد. في موضوع آخر، ظاهرة الكلاب السائبة ظاهرة انتشرت في السنوات الأخيرة في عديد المناطق، والحوادث المتعلقة بها باتت متكررة، آخرها شهدتها مدينة القصرين عندما اعترضت كلاب سائبة طفلة أميرة وهي في طريقها إلى المدرسة، واعتدت عليها مخلفة أضرارا بدنية جسيمة في مختلف أنحاء جسمها.
أميرة تلميذة الاثني عشر ربيعا تفتك من براثن مجموعة من الكلاب السائبة هاجمتها صباح الجمعة بينما كانت في طريقها إلى المدرسة، وكادت تمزق جسدها الغض لولا تدخل شقيقها الذي أنقذها من موت كاد يكون محتما. نلقي كان الصباط مديها لو كان مش أخوها، هي مشت صباح معه وبعد رجعت نسيت ملف في الدار رجعت ليه وهو وصل للكار يسمع فرغة ده تبكي يرجع له. وصلت نجاه ما نجاه كل كلب يعضفه ضربتهم بالحجر هم تفرقوا عليه 8 كلب نجهم كل كلب يسلم جه. وبالمستشفى المحلي بحاس الفري تلقت أميرة الإسعافات والتلقيح اللازمة، وأكد طبيب الصحة الأساسية المباشرة أن حالتها في استقرار، إلا أن ذلك لا يحجب حالتها النفسية الصعبة لهول ما تعرضت إليها. العضات كان أكبر عضة هي في رأسها والجرح الكبير اللي كان في رأسها، وثم عضات في فخذها في فخذها اليمين وفي رجلها الزوز مات من اليمين واليسار. ما تأخذينها أنشارش قمنا بالتلقيح اللازمة وإن شاء الله باش نتابعها بالتلقيح الكل حتى النهار 90 على حسب البروتوكول نتاعنا، وبإذن الله حالتها مستقرة وإن شاء الله باش نتابعوها يوميا حتى تولي درجة باش يدخلوا باش يبعثوا لنا بسيكولوج إن شاء الله نهار 2. هذه الحادثة الأليمة تسلط الأضواء على واقع التعليم بالمناطق الريفية والمخاطر التي تحيط بأبنائها من كل مكان في ظل بعد المسافات وغياب النقل المدرسي. وفي هذا الإطار أكد المندوب الجهوي للتربية بالقصرين أن بعث ديوان الخدمات المدرسية قد يذلل هذه الإشكالات. نحن نعرف ضرورة الكلاب بالنسبة للسكان الريف، لكن من المطلوب زيادة المواطنين يربطوا الكلاب نتاعهم. الوزارة تو بصدد معناها معناها ببعث ديوان الخدمات المدرسية، معناها قاعدة نحاولوا معناها بصورة تدريجية توفير النقل المدرسي، ولكن ولو أنه جال النقل المدرسي متوفر في أيامات كما الأيامات هذوما مطر واحد فريمون معناها الطريق صعيبه ياسر. يعني الوقت باش ننظروا لهذه المنطقه ولهذه الجهه نظره موضوعيه لتحقيق ما هو مطلوب، انه نامن على الاقل الحد الادنى هو التعلم لابنائنا. بالامس القريب هنا بمعتمديه حاس الفريد انتشلت جثث الطفلين وامهما من تحت انقاض كوخ تهاوى بفعل الامطار، واليوم من مخالب كلاب سائبه تفتك تلميذه كانت في طريقها إلى المدرسة لطلب العلم. تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس على إثر ورود معلومات مؤكدة منذ أسابيع بالتنسيق مع وحدات مختصة تابعة للحرس الوطني ووحدات تابعة لإقليم الحرس البحري ببنزرت، تمكنت من إحباط عملية إبحار خلصة لمجموعة من الأشخاص انطلاقا من شواطئ مدينة رفرف ببنزرت. عبر هذا الزورق حاول 30 شابا تتراوح أعمارهما بين 14 و50 سنة اجتياز شاطئ رفرف من ولاية بنزرت منتصف الليلة الماضية نحو السواحل الإيطالية محملين بالأمل في حياة أفضل في الضفة الأخرى من المتوسط، لكن أحلامهم تبخرت مع بداية تسرب الماء إلى الزورق. نحب نقل البر ونتكون البر طريقة ما فما حتى طريقة معنا باش توصلنا أبار طريقة ذاك. انت وضعك توصل نقرا مولي واضحه معناها نحب نقعد البر ما نحبش نقعد في تونس. شبيك بيحمنا عن هذه السيئه؟ ايه صحيح منعنا من الموت تمام كوميا معناها ندمت مش ما ندمتش معناها واحد كاو شعفه وتوبه كاو. عملية الاجتياز خلصة من شاطئ رفرف ليلة رأس السنة نحو إيطاليا وفق الملازم الأول رئيس الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس حمدي قاسم تمت بعد ورود معلومات مؤكدة حول هذه العملية، وذلك بالتنسيق مع وحدات مختصة تابعة للحرس الوطني ووحدات تابعة لإقليم الحرس البحري ببنزرت، حيث تمكنت الفرقة من إنقاذهم من موت محقق وفق الملازم الأول حمدي قاسم نظرا لطبيعة الزورق الهشة وإيقافهم جميعا من بينهم ربان المركب وأربعة من المفتشين عنهم مطلوبين لدى الوحدات الأمنية والقضائية، فضلا عن حجز مبالغ مالية مختلفة من العملة المحلية والأجنبية وكميات من البنزين فضلا عن الزورق.
وعود الآن إلى الشأن الدولي ومع مستجدات الملف السوري، إذ أجمع مجلس الأمن الدولي على دعم خطة السلام الروسية التركية في سوريا، حيث كانت أنقرة وموسكو أعلنتا وقف إطلاق النار في سوريا بموجب اتفاق يمهد لاستئناف المحادثات بين أطراف النزاع حتى يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وينتظر إجراء مفاوضات في كازاخستان في محاولة لحقن الدماء بالمنطقة. وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على قرار اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي توسطت فيه روسيا وتركيا، وقال مجلس الأمن إنه يدعم بدء العملية السياسية في سوريا. قرار مجلس الأمن يدعو في مضمونه إلى سرعة إيصال المواد الإنسانية إلى سكان المناطق المحتاجة، وفي حال صمد اتفاق وقف إطلاق النار من المنتظر أن تبدأ مفاوضات السلام الشهر المقبل والتي تحظى بدعم روسيا وإيران وتركيا. وقت سابق حذرت مجموعات مسلحة سورية من أنها لن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار إذا استمرت الحكومة في مواجهة المناطق الواقعة تحت سيطرتها على حد قولها. هذا ودخل قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غالبية مناطق الصراع في سوريا. أما على مستوى الواقع العملياتي، فقد تجددت الاشتباكات والغارات الجوية في ظل وجود جماعات مسلحة لم تشملها الهدنة، ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي وما يعرف بجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، إضافة إلى كتائب حماية الشعب الكردية. وقد لوحظ عدم الالتزام هذا بوقف المواجهات شمالي حماة، حيث وقعت غارات واشتباكات متعددة بالمنطقة حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. صفحة عام تنطوي وأخرى تطل علينا مثقلة بالأحداث والأزمات السياسية والصراعات المسلحة التي أمل كثيرون أن يشهد عام 2016 نهايتها، غير أن صوت الرصاص كان أعلى خصوصا في العالم العربي. عام جديد والأزمات العربية تراوح مكانها، فسحابة الصراعات عمت على مدى عام كامل سماء العديد من البلدان العربية ومنها سوريا التي تتواصل فيها الأزمة، وعلى رأسها مأساة حلب وهي الحدث الأبرز عربيا ودوليا. سوريا كان العام الماضي فيها دمويا بامتياز، وشهدت كل أيامه بل ساعاته مزيدا من نزف المدنيين وتهجيرهم وتحول الملايين منهم بين عشية وضحاها إلى نازحين في المخيمات الحدودية مع تركيا أو لاجئين في شتى أصقاع العالم. وفي العراق لم يكن الوضع أحسن حالا، حيث طغت على أحداث العام المنصرم حروب استعادة المدن من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، وأهمها حرب استعادة مدن الفلوجة والرمادي وأخيرا الموصل. وكان الخلافات السياسية وللمظاهرات المطالبة بالإصلاحات السياسية نصيبها في المشهد السياسي العراقي، كما شهدت ساحة العاصمة بغداد وغيرها من المدن مظاهرات حاشدة طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد. أما في اليمن تتواصل إلى اليوم المعارك مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح باستثناء هدنة هشة بين الحين والآخر، وتعثر المسار السياسي أكثر من مرة حتى أن مشاورات الكويت في أفريل الماضي لم تنجح في وضع حد للأزمة. التحركات والجهود الدبلوماسية التي تأتي من هنا وهناك لم تعطي أكلها، فقد فشلت مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كما فشلت من بعدها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. فتجمد المسار السياسي بينما استمرت الحرب في حصد مزيد من أرواح المدنيين وفي تعميق معاناتهم. ونختم بالملف الليبي، حيث ودع الليبيون سنة 2016 على غير ما استقبلوه، ويمكن القول إن بداية العام كانت محملة بأمال الليبيين في تحقيق توافق سياسي بعد توقيع اتفاق صخيرات يوم 17 من ديسمبر 2015. واستبشر الليبيون خيرا بوصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى العاصمة طرابلس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، لكنها لم تحظى بموافقة البرلمان حتى الآن. ولعل من أهم الأحداث في ليبيا العام الماضي تمكن القوات الموالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة من طرد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت. وفي العالم، من جزر المحيط الهادي مرورا بنيوزيلندا وأستراليا ثم دول شرقي آسيا، اختلفت أوجه الاحتفالات بالعام الجديد. احتفالات تميزت هذه السنة باستنفار أمني في عديد العواصم خاصة منها الأوروبية. رغم الجراح التي مزقت وتمزق الجسد العربي، فإن البلدان العربية احتفلت كل بطريقتها بحلول السنة الإدارية الجديدة، ويبقى الاحتفال الأكثر إبهارا حسب وصف وسائل إعلام عالمية عرض الألعاب النارية بمدينة دبي. هذه المدينة التي احتجت على مقربة من أحد أشهر معالمها
عديد الزائرين للاستمتاع بهذا العرض. فرنسا التي حاصدت شاحنة موت في أحدى شوارعها أرواح العديد، تمسك شعبها بالحياة كما هو حال الشعب الألماني الذي عرف حادثة مماثلة في تفاصيلها وحيثياتها، خرج للساحات العامة للتمني والرجاء. مهم جدا أن نثق بالمستقبل، مهم أن نبث في أطفالنا الأمل وعدم الخوف. ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وإن تباعدت المسافات الجغرافية فإن المشهد لم يتغير كثيرا، سواء بالنسبة لمن تجمعوا في الساحات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية أو بمثيلاتها بالصين أو جمهورية كوريا الديمقراطية. شماريخ الفرح والتمنيات بمستقبل أفضل وبعالم أحسن، تلك قواسم مشتركة يتداولها الناس في كل عام على اختلاف جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم. ولكن الجديد في هذا التمني وهذا الفرح أنهما أصبحا تحت حراسة أمنية أكثر صرامة وخوف أشد من عمل إرهابي قد يفسد الحلم ويبدد الفرح. في أول رسالة له بعد توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلف بان كي مون، دعا أنطونيو غوتيريس إلى العمل من أجل تحقيق هدف مشترك خلال العام الجديد يتمثل في تحقيق السلام في المرتبة الأولى، مشددا على ضرورة جعل السنة الجديدة سنة يسعى فيها الجميع إلى تجاوز الخلافات واتخاذ السلام غاية ودليلا. وفي أخبار الرياضة، توج التونسي نجيب الهادي بجائزة أفضل سباح في المياه المفتوحة في العالم العام الماضي في الاستفتاء الذي نظمته المنظمة العالمية للسباحة المفتوحة على الأنترنت ونشرت نتائجه اليوم. وجاء على الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الأنترنت نجيب الهادي رجل السنة في السباحة في المياه المفتوحة. وفي غطسة رأس السنة التي قيمت دورتها الخامسة في شاطئ الحمامات واجتذبت أكثر من 2000 شخص من تونس ومن دول أوروبية من المولعين بالسباحة في المياه الباردة. بهدوء شتوي مهيب بدا شاطئ الحمامات كأنما يستعد ليحتضن فلول السباحين بحنان ولهفة أم عانقت وليدها بعد غياب سنوات، فتهافت الجمع من كافة أنحاء تونس للاحتفال بالغطسة الشتوية السنوية التي تنظمها الجامعة الوطنية للرياضة الجماعية وفرع زغوان احتفاء برأس السنة الميلادية الجديدة. تظاهرة هذه هي عادة عملناها في تونس وعنا تقريب 5 سنين باش نشجعوا الناس باش يمشوا للبحر في الشتاء ويستعملوا الماء البارد في الشتاء خاطر فيه فوائد صحية برشا. ثاني عام نكون بالغطسة هذه خارق العادة ونحث الشباب، أنا كهل كما قولوا، نحث الشباب باش يعملوا كيفنا، وهذه تونس وتحيا تونس. باش نساندوا الرياضة وتحيا الرياضة ونقولوا للتوانسة الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، والأم العربية والإسلامية الكل بالنسبة للسنة الميلادية وتحيا الرياض. المسافات اندثرت وزمهرير الصباح يخجل أن يؤذي المشاركين ببسمة شمس تهادت بسلام تهدي دفئها للجماهير، وفعلا كانت السباحة في الشتاء لكل سقم وداء شفاء. نحاول باش نلموا فيها العائلات صغار وكبار، وهي زاد عندها تاثير صحي باعتبار انه ثم مثال يقول معناها جاريه وغطسه في الشتاء كل شفاء كل مرض معناها. كل عام نجي خويا انا في تونس ونعيش الحمامات برشا، ونحب نسلم على التوانسه وعلى الوالده وعلى الحمامات، وان شاء الله ديما تونس بخير، وان شاء الله ديما نحن خويا بخير، ونحن راهو اخوه الجزائر وتونس. المشاركون في التظاهرة والمتفرجون من مختلف الأعمار كل وجد ضالته، فقاهر البرد لقى متعته، والمتفرجون تسلوا بتلذذ اللبلاب الأكلة الشعبية الأولى في تونس.
ومن أخبار الثقافة، الأزمة التي تعيشها التظاهرات صفاقس عاصمة للثقافة العربية لسنة 2016، وذلك بسبب عدم صرف التمويلات المرصودة لها، أزمة دفعت بالهيئة التنفيذية إلى تعليق جملة من الأنشطة منذ أسبوعين. تقدم الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية هذه المشكلة على أنها أزمة مالية بسبب عدم صرف التمويلات المرصودة لهذه التظاهرة. تم إسناد اعتماد قدره 1,000,000 دينار للغرض، بالإضافة إلى 2,000,000 دينار تم رصدها سابقا. أنا نفهموني يندرى 3,000,000 دينار باش نحيهم من 4,000,000 دينار و 591، ويتبقى لي إلا 1,591,000. إذا القراءة متاعنا هذه غير سليمة، باعتبار أنه 2,000 أو 2,000,000 دينار اللي تم رصدها سابقا هو للتذكير، وهي ليست معناتها في محسوبة في 4,591,000 دينار، معناتها يتبقى لنا 3,000,591,000، نحيو منهم 1,000,000 دينار للدين، يبقوا 2,000,000 دينار و500. وقتها ممكن نقبلوا احنا التقليص في ميزانية صفاقس عاصمة الثقافة العربية، باعتبار وليو نحكيو على 7,000,000 دينار فقط، ما عادش نحكيو على 10,000,000 دينار. نجموا نتفاهموا ربما الذائقة المالية اللي تمر بها بلادنا إلى غير ذلك، ونجموا وقتها نخدموا 4-5 تظاهرات كبرى تليق بصفاقس وتخدم على الديمومة. الأزمة التي تعيشها تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية ستؤثر حتما على الأنشطة الثقافية المزمع تنظيمها قبل حفل الاختتام في مارس المقبل. على ضوء القيمة اللي توفرت أن يعني نحطوا برمجة، ويزمها تكون برمجة ثقيلة في مستوى تونس، ونختتموا في معناها أعلى مستوى، ونقدموا معناها مش عنا إلى الشقيقة مصر. تحولت القضية هنا من تطوير الفعل الثقافي في مدينة صفاقس وإشعاعه عربيا إلى بعد آخر يضع في الواجهة الإشكال المالي والتصورات والاستعدادات لتنظيم مثل هذه التظاهرات، حتى لا تنتهي بفشل يؤثر حتما على صورة تونس في المحافل الدولية. تونس تغني إفريقيا هو عنوان التظاهرة التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية بشارع الحبيب بورقيبة بالتعاون مع جمعية رابطة الطلاب والمتربصين الأفارقة بتونس. التظاهرة التي أشرف عليها وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين كانت رسالة أخوة وتضامن إلى كل الطلبة الأفارقة المقيمين بتونس. رقصوا وغنوا بأزيائهم التقليدية المختلفة، هم طلبة أفارقة يقيمون بيننا، أرادوا اليوم مشاركتنا احتفالاتنا من خلال هذه التظاهرة. تونس تغني إفريقيا، رسالة حب وسلام من تونس لكل الشعوب الإفريقية، خاصة الطلبة والجالية الإفريقية المتواجدة بتونس. أردنا رسالة محبة من خلال الفن والثقافة. هو عرض يعبر عن التضامن بين الشعوب، ونحن نعرف أن الاندماج يأتي من خلال الثقافة التي تمثل حافزا للتجمع والتشارك. الفن لابد يقاوم كل أشكال العنصرية والتمييز. الحاضرون كانوا مزيجا من الثقافات والشعوب، لكنهم اجتمعوا على حب تونس التي تنبذ التمييز والعنصرية. الجو هنا رائع ممتاز، عجبني الحال هنا، وهذا يشجعني باش بلوزير فوانج هنا يا تونس. والتونس كما عرفنا في الجزائر بلي معروفه بلاد السياحه. و بيرسونيلمون جو تروف معناتها لي بي لي تري اكويان، عنده معناتها سانس دوسبيتاليتي، ولا بريف مني نحكي عربي تو معناتها ابخي كيلكو زاني دو سيجور. اليوم برشا جو، برشا حيويه، محليهم التوانسه كي يتلاقاو مع لي سوبساريان، خاطر ما نحبش نقول لي زافريكان، خاطر قلنا دي زافريكان. تونس تغني إفريقيا وترقص أيضا على الإيقاعات الإفريقية التي أضافت مسحة من البهجة والحيوية بين صفوف الحاضرين. بهذا وصلنا إلى ختام نشاطنا مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بعناوينها. تونسيان من بين ضحايا الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي باسطنبول وحاصلته ترتفع إلى 39 قتيلا و69 جريحا. إنتاج الفوسفات يسجل تحسنا كبيرا في مؤشراته مع نهاية السنة، وشركة فوسفات قفصة تعمل على تنقية العلاقات الاجتماعية لمزيد رفعه. مجلس الأمن الدولي يؤكد دعمه بدء التسوية السياسية في سوريا بعد تبني قرار روسي، وأمال بدء مفاوضات السلام الشهر المقبل في كازاخستان.
كما نذكركم أن 221 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.